صباحكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم فقرتنا الرياضيه. اليوم راح نعمل انا وداليا وادي معي اليوم حيكون وجوان حنعمل تمارين استابيليتي، حنعمل تمارين كارديو بس هي تمارين ثبات استابيليتي. شفتونا بنحمي قبل الفاصل وهلا راح نرجع نعيد الاحماء كمان مره. حنحمي دايناميك وورم اب نعمل مكاننا. بلش احرك ايدي شوي شوي. طبعا الشيء راح يشتغل اكثر هو اللور بادي، جزء سفلي من الجسم، ولكن احنا بنحمي كل جسمنا لحتى نرفع درجه حراره الجسم شوي شوي عشان نتجنب الاصابات. الشد العضلي، هلا ايدي لقدام. عمليه الاحماء تقريبا بتقعد 10 دقائق اذا بدنا نحمي لحتى ننزل جاهزين للتمرين. هلا رجلي يمين شمال. طبعا جوان وداليا اللي معي اليوم لاعبين منتخب طائره رياضيين، فالتمرين راح نعملها شوي حتكون للرياضيين، هي يمكن صعبه لناس بيجنر يبلشوا فيها. هلا مكاني على الخفيف حرك اصابعي، هلا مكاني هعمل هاي ني، حمي الكور شوي 1 2 3 4 اشد على بطني 5 6 7 8 هنعمل الجهه الثانيه 1 2 جو 1 2 3 4 5 6 7 8 هلا حنبلش اول تمرين نسميه هاي ني بوز. حنروح 3 ستيب يمين 3 ستيب شمال 1 اوقف طبعا على رجلي الشمال، حروح زي ما قلت لكم خطوات يمين خطوات شمال 1 2 جو روح 1 2 نعمل ستوب اجين 1 2 3 1 2 3 3 ستيب 1 2 3 حاول احرك ايدي شد على بطني 1 2 اجين 1 2 3 1 2 3 2 مور اوكي. هلا حنعمل بس بعد ما ناخذ نفس حنعمل تمرين اسمه ليترال سايد، حنط على رجل واحده نثبت اول جهه حتكون اليمين بعدين الشمال 1 2 جو نثبت هون 1 اجين 2 بث بث 3 هون عم نعمل استابيليتي 4 5 6 7 8 9 10 حثبت. هلا رح نرجع نعيد اول تمرين كمان مره هاي ني بوز 3 ستيب يمين و 3 ستيب شمال 1 2 جو 1 2 هوب حاول ارفع رجلي فوق هاي ني 1 2 3 1 2 بث بث 1 2 2 مور بث. هلا ثاني تمرين هو لترال سايد وحناخذ نفس نرتاح شوي 1 2 اروح على اليمين جو 1 2 احاول اعمل جمب 3 4 5 6 7 8 ناخذ نفس خفيف نسحب من تحت كمان مره. هلا نرجع لورا شوي حنعمل اربع خطوات لقدام حنبدل يمين شمال نزل رجل واحده ونرجع 1 2 حنبلش على الشمال 1 2 3 4 برجع اجين عم نعمل استابيليتي هون للني 1 2 جو 1 2 3 4 كمان تنتين 1 2 جو 1 2 3 4 اخر وحده حنبلش برضه بالشمال 1 2 جو 1 2 3 بث بث 4 نرجع مكاننا. هلا ناخذ نفس خفيف هلا حنعمل جمب جمب سكوات وحننزل على رجل واحده حنعمل خمس يمين وخمس شمال حنبلش في اليمين جاهزين 1 2 جو بعمل جمب بنزل على اليمين بس بس اجين 1 2 جو 1
2 جو بس بس جود 2 مور على اليمين 1 2 جو كمان وحده 1 2 جو هلا حنعمل الشمال. الناس اللي عندها اصابات بركبها صعب تعمل التمرين هاي شوي، حيعمل لود عالي على الركب. هلا حنعمل الشمال 1 2 جو 1 2 عدت ثلاثه 1 2 جو 3 انا دبيت 2 مور 1 2 جو لاست 1 1 2 بس هلا حنعمل تمرين اسمه RDL رومانيان ديد ليفت سنجل ليج. حثبت رجلي الشمال، ظهري ستريت، برفع رجلي اليمين لقدام وبرجع لورا، عم اهدي شوي شوي. عم نعمل هون بالانس مع باور، حنطلع 1 2 جو 1 اجين 2 3 4 كمان واحدة حنعمل سويتش 5 هلا حنعمل سويتش 1 2 جو 1 رجع لورا هون 2 3 مور 3 4 لاست 1 5 ناخذ نفس خفيف حنرجع نعمل سكوات مع جنب ونزل على رجل واحدة حنعمل ثلاثة يمين ثلاثة شمال 1 2 جو 1 بنزل على اليمين حنخلي الجمب اعلى شوي نصعبها شوي 1 2 جو كمان مره 1 2 جو اوكي هلا حنعمل الشمال 1 2 بوش 1 احاول احرك ايدي دائما واشد بطني لحتى ما اميل لا يمين ولا شمال 1 2 جو اوكي كمان وحده 1 2 جو ناخذ نفس خفيف حنرجع نعمل RDL ثلاثة يمين وثلاثة شمال 1 2 جو يمين لورا بطلع مع باور 1 اجين عم نعمل هون بالانس 2 كمان وحدة 3 هلا رح نعمل سويتش 1 2 جو 1 شايفين كيف دالي عم تحرك ايديها 2 جوان كمان نفس الشيء 3 نعمل ستوب ناخذ نفس خفيف طبعا في فرق بين تمارين الثبات اللي هي ستابيليتي وبين تمارين البالانس توازن بيشبهوا بعض قريبين من بعض عنصرين من عناصر اللياقه ولكن يختلفوا عن بعض حفتح رجلي على الاخر هلا طبعا التمرين اللي عملناها شوي اليوم ادفانس متقدمه زي ما حكيت لكم ناس عندها اوجاع باللور باك بظهرها غالبي او بالركب ما بزبط يعملوا هاي التمارين حيأذيهم شوي لازم نعمل عضلات كثير منيحه برجلينا لحتى نقدر نعمل هاي التمارين يكون عندنا ركبنا ستيبل شايفين مع بعض انا ودالي وجوان ما شاء الله معي هم رياضيين يعني جاهزين لحتى يعملوا هاي التمارين نعمل ستريتش لهي العضلة اللي ايدي عليها زي ما انتم شايفين ثانية هلا هلا بحط رجلي جنب بعض بنزل نعمل ستريتش للعضلات الخلفية هلا بطلع لفوق بنزل على اليمين شمال على فوق ناخذ رجلي طبعا هيك انا وداليا وجوان بكون خلصنا تمريننا لليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها هلا راح نرجع لفقرات دنيا يا دنيا